شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فلله الحجة البالغة. الحجة بمعناها العرفي وبمعناها اللغوي ما يحتج به، هنالك أشياء يحتج بها الله تعالى على عباده. الأنبياء كلهم حجة، يعني الله تعالى يأتي بنا يوم القيامة ويحتج علينا بالأنبياء. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حجة من قبل الله سبحانه وتعالى علينا. الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم حجج الله علينا، أبو ذر وعمار ومقداد ومالك الأشتر، هؤلاء حجج الله علينا. العلماء المجتهدون العاملون، هؤلاء يحتج الله تعالى بهم علينا يوم القيامة. نحن عادة عندنا أعذار، وكل واحد منا يحاول أن يقنع وجدانه بهذه الأعذار. أنا ما كنت أتمكن، أنا ما كنت أقدر، أنا كانت عندي مشاكل في حياتي، أنا كنت مريضاً. هذه أعذار نحاول أن نقنع وجداننا بها. كان هنالك أحد العلماء يقال له البرغاني، واحد من علمائنا الكبار. هذا العالم كان يقول: أنا حجة الله تعالى على الجميع. يعني إذا واحد الله تعالى أتى به يوم القيامة قال له: لماذا لم تعمل؟ قال: يا الله إنني كنت مريضا،
الله يقول له: الشيخ البرغاني أيضا كان مريضا، ولكن هذا المرض ما منعه من العمل. إذا كان المرض مانعا، فلماذا لم يكن مانعا لهذا الرجل؟ فإذا هذا العذر عذر غير مقبول. إذا واحد قال: يا الله أنا كنت فقيرا، الله يقول: الشيخ البرغاني أيضا كان فقيرا، فلماذا تمكن وأنت لم تتمكن؟ إذا واحد قال لله تعالى: يا الله إنه كانت لي مشاكل، كان لي عائلة كبيرة، كان لي أولاد، الله يقول: هذا الشيخ أيضا كان كذلك، فلماذا تمكن ولم تتمكن؟ هذا العالم كان يقول: أنا بحياتي لا أبقي عذرا لأحد، لأن جميع المشاكل وجميع الموانع كانت موجودة في حياتي ولم تمنعني. بهذا المعنى الأنبياء، العلماء، الفقهاء، الأئمة، الحواريون، كلهم يكونون حجة علينا يوم القيامة. الفقيد الراحل رحمة الله تعالى عليه أيضا هو من حجج الله علينا. نحن يجب أن نتعلم من حياته، ومن حياة بقية العلماء، ومن حياة بقية العاملين، أن نتعلم منه. نحن هنا باختصار نذكر صفتين، نذكرهما حتى نتعلم منهما. الصفة الأولى، وهي صفة مهمة، وهي صفة تعين مصيرنا في الآخرة، هي صفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص يعني واحد قبل كل عمل يفكر أنه ما هو منطلقه في هذا العمل؟ هل القوة الشهوية هي المنطلق؟ شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة المدح، شهوة المقام، شهوة العظمة، هل هذه هي المنطلق؟ يعني هذه هي المحركة، هذه هي الباعثة. القوة الغضبية هي الباعثة. الله تعالى يقول في آية: أن تكون أمة هي أربى من أمه، يعني نحن نكون فوق الآخرين، متفوقين على الآخرين. هذا هو المنطلق، القوة الغضبية. الداعي الشهوي هو المحرك، الداعي الغضبي هو المحرك، أو الداعي الإلهي هو المحرك. يعني واقعا واحد قبل أن يقوم بعمل، واقعا يفكر: إنني أعمل هذا العمل لله، عرف أنني وراء هذا العمل أو لم يعرف. هذه من الصفات التي كانت في الفقيد رضوان الله تعالى عليه. جاءت إليه امرأة في كربلاء، هذه المرأة كانت قابلة يعني مولدة، وفي ذاك الوقت كانوا يعطون للقابلة شيء قليل جدا إلى أبعد الحدود، أحيانا كانوا يعطوها منديل فقط. هذا كان
هذه جمعت هذه الأموال القليلة درهما درهما دينارا دينارا، إلى أن اجتمعت بعد عمر طويل اشترت بهذه الأموال بيتا، وجاءت للوالد رحمة الله عليه وقالت: إنني أحب أن يكون هذا البيت لكم، ملك لكم، أن تسكنوا في هذا البيت. الوالد قال: هنالك شيء أفضل من هذا، وهو أن تجعلوا هذا البيت وقفا. هذه المرأة قالت: أنا أعلم ذلك، ولكن أحب أنكم أن يكون هذا البيت لكم، أنتم تسكنون في هذا البيت. على كل حال الوالد تكلم معها إلى أن اقتنعت بأن يكون هذا البيت وقفا، وهذا البيت جعلوه وقفا وجعلوا عنوانه دار القرآن الكريم في كربلاء معروف. بعض الأفراد أرادوا أن يكتبوا اسم الوالد أنه هذا المكان بني بأمر فلان أو أسس بأمر فلان، فما قبل ذلك. الآن في شرق الدنيا وغربها في كثير منها هنالك حسينيات، هنالك مؤسسات، هنالك مساجد، هنالك مستوصفات، ولا واحد منها فيما أعلم باسم الوالد، وكانوا يصرون عليه ويضغطون عليه أنه واحد منها نجعلها باسمه، كان يقول لا اجعلوها باسم رسول الله، باسم أمير المؤمنين، باسم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كثير من المقالات والكتب والأشعار المطبوعة الوالد كان كاتبها، ولكن لم تطبع باسمه. هذه الصفة الأولى. نحاول من هذا اليوم أن نجعل الجد رحمة الله عليه كان يقول، ورحم الله أمواتكم جميعا، كان يقول قبل كل عمل واحد يفكر قليلا، ليش أعمل هذا العمل؟ لله أو للمقام للجاه؟ هذه الحالة إذا واحد توجه إليها تتحول إلى ملكة، أنه كل عمل يحاول أن يعمله لله. إحنا مو طرفنا المجتمع، المجتمع عرف بذلك أو ما عرف، إحنا يهمنا أن الله يتقبل هذا العمل. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، وهي صفة مهمة في المؤمن، الهمة العالية. في الحديث الشريف لعله عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. الطائر يطير في الهواء، المؤمن أيضا يطير بهمته. هنالك بعض الأفراد يفكرون في أطر محدودة. العم حفظه الله كان ينقل هذه القضية، حقيقة قضية جديرة بالتأمل. كان يقول: أكو رجل الآن في قوم كان موجود، رجل لا يملك من مال الدنيا شيئا معتدا به، ولكن هذا الرجل عنده همة، الهمة مهمة. هذا إذا ذهب إلى منطقة من المناطق
يرى أن هذه المنطقة تحتاج إلى مسجد أو لا؟ إذا هذه المنطقة تحتاج إلى مسجد، يخرج الورقة أو الدفتر، يكتب أن المنطقة الفلانية تحتاج إلى مسجد، مثلا تكاليف هذا المسجد كذا. بعد ذلك إذا ذهب إلى حفلة، أي واحد جالس عنده يعرفه أو لا يعرفه، يقول له: هل تعلم أن المنطقة الفلانية تحتاج إلى مسجد؟ أنت حاضر أن تساهم في بناء هذا المسجد؟ إذا ركبت طائرة، أي واحد قاعد يمه يتوجه إليه ويطرح عليه المشروع. إذا ذهب إلى فاتحة، أي واحد قاعد يمه يفاتحه بالموضوع. طبعا هذا العمل عمل صعب، يمكن إذا واحد تكلم ويا 100 واحد 2 يقبلون، ولكن هذا الرجل بهذه الهمة إلى الآن بنى 80 مسجداً، 80 واحد. هاي المساجد الموجودة بين طهران ومشهد كثير منها بناها هذا الرجل. المساجد الموجودة بين طهران وبين أهواز أو خرمشاه، تلك المناطق كثير منها بناها هذا الرجل بهذه الهمة. الإنسان يجب أن يحاول أن يتعلم من حياة هؤلاء الأشياء اللي كانت في نظر الأفراد مستحيلة، كانت غير ممكنة، ما كان واحد يفكر فيها. المرحوم رضوان الله تعالى عليه كان يفكر فيها ويهتم بها ويحولها إلى واقع. في كربلاء كان كذلك، في الكويت كان كذلك، في قم كان كذلك بهذه الهمة. قبل وفاته بأيام نقل لي أحد الإخوة أنه طلب أحد الخطباء رجال الدين من أصفهان في شهر رمضان أيام، وقال أنه: كانت لي 3 طموحات وأشعر أن أجلي قد اقترب وما تمكنت أن أحقق هذه الأهداف. الهدف الأول أن جميع المسيحيين يتحولون إلى مسلمين، وفعلا كان قد بدأ بمقدمات هذا البرنامج، ولكن الأجل ما أمهل. الشيء الثاني أن يتحول جميع المسلمين إلى شيعة أهل البيت صلوات الله عليه. الهدف الثالث أن الشيعة كلهم يجتمعون تحت لواء كلمة التقوى، وإن تحاولوا ذلك، إن ارفعوا هذه الراية، أي واحد كان يجي عنده كان يشوقه على أن يكون مؤلفا. الخطبة الأخيرة التي خطبها قبل هذه عارضة يمكن بساعتين فقط، إذا تأخذون هذا الشريط، مجموعة من المؤمنات كانوا عنده، شوقهم أنه كلهم يكونون مؤلفين، يؤلفون، واحد يتمكن أن يؤلف. أخت العلامة المجلسي آمنة، هذه كانت امرأة عالمة فاضلة، وهي مشاركة في تأليف بحار الأنوار، هذه الموسوعة الضخمة للعلامة المجلسي، آمنة مشاركة فيه. فالمرأة يمكن أن تكون مؤلفة. شوقهم في هذه الخطابة على أنه كلهم يكونون أئمة جماعة، وكان دائما يقول هذا الشيء، أن النبي صلى الله عليه وآله عين امرأة حتى تكون إماما للجماعة، وهي أم ورقة. النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في المدينة
وأم ورقة كانت تصلي أيضا إماما للجماعة للنساء. كان يشوق المؤمنات في كل خطبه وفي هذه الخطبة على أنهم يكونون منبريين. واحد يوفق، ما أعظم هذه الخدمة، يوفق أن يكون خادما لأهل البيت بهذه الطريقة، أن يكون منبريا، إلى آخر هذه الوصايا. هذه الأشياء تحتاج إلى همة. إذا واحد اهتم بذلك بعد أشهر، 3 أشهر، 4 أشهر، يكون منبريا، يكون محرابيا، يكون مؤلفا، يكون مربيا. وأكو الآن الحمد لله شايفين كثير من المؤمنات تحولوا إلى مدرسات، إلى مؤلفات، إلى أئمة جماعة. هذه الأشياء تحتاج إلى همة. الإخلاص لله سبحانه وتعالى والهمة العالية. وقبل كل ذلك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يحشره مع أجداده الطاهرين. وأشكركم على ما تحملتم من عناء وتعب، ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك ذخيرة لآخرتكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت أفهم بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال بين الظلام وبين نور مشرق هدي